So liberology is a way of helping governments achieve ambitious outcomes for their citizens. It has a focus on setting ambitious goals, developing plans, and then using data to learn about the quality of implementation in order to achieve those outcomes for citizens. Great point I want to bring out based on that conversation. So the first thing is you said, unfortunately, هذا التدريب مهم جدا للقطاع الحكومي وخصوصا موظفي القطاع العام في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لأنه أطلقنا رؤية 2025 وأطلقنا خطط وطنية سابقة لها بس ما كنا نقدر نقيس المؤشرات تبعتها إذا تحققت الخطط والبرامج من خلال مؤشرات قياس أداء قياسية. أهم المواضيع اللي تطرقنا لها وحضرناها خلال هذا التدريب كانت إدارة الأداء والتخطيط الاستراتيجي، وهذا الحكي كيف رح ينطلق لإحنا كوزارة عمل، كيف رح نعكس هذا الكلام في خططنا الاستراتيجية وفي خططنا التنفيذية على مستوى المديريات ومستوى المشاريع والبرامج اللي بتنفذها الوزارة. إحنا في طبيعة عملنا بنقوم بالأشياء الفنية. من خلال التدريب حالياً تم أخذ الإطار النظري للمفاهيم اللي بنقوم بالعمل فيها.